لنا كل الشرف كجمعية مغربية لحقوق الإنسان بمكناس أن نتواجد بينكم في هذه المحطة النضالية وهذا العرس النضالي بمناسبة تخليد يوم العالمي لحقوق المرأة. هذا اليوم الذي تخلده جميع الشعوب العالم والجمعية المغربية كغيرها من التنظيمات الحقوقية والسياسية المناضلة والمكافحة من أجل المغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قررت أن تخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار نضال وحدوي ومتواصل من أجل التصدي للهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن أجل إقرار الحقوق الفعلية للنساء. إن 8 مارس مغرب كل مكان جمعية المغربية لحقوق الإنسان رايتها كرامة في المغرب كل مكان جمعية المغربية ويجي الأكاذيب والمغالطات. إن الهدايا التي يجب أن نقدمها لهذا الشعب ولهذه الفئات المقهورة هي سن سياسات اجتماعية عمومية تضمن الكرامة لكافة المواطنات والمواطنين. إن أحسن هدية نقدمها لهؤلاء العاملات والعمال هي ضمان أجورهم تضمن العيش الكريم. إن أحسن الهدايا التي يجب تقديمها لهؤلاء العاملات والعمال هي الحماية من العنف، هي عدالة جنائية تضمن المساواة والحرية والكرامة. إن محطة 8 مارس هي محطة للوقوف على ما تم تحقيقه وما يجب النضال من أجل تحقيقه في هذا اليوم. هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم وفي هذه المحطة النضالية تمنينا أن يكون بالفعل عرسا نضاليا، لكنه عرس نضالي بطعم المرارة، بطعم الحقرة، بطعم الاضطهاد، بطعم الحرمان. إن هذه المحطة النضالية وهي تسائل جميع المسؤولين على مستوى المحلي، وفي هذا الإطار فإننا نوجه خطابنا إلى الصاهرين على تطبيق القانون في هذه المدينة. من يحكم في هذه المدينة؟ هل القانون أم هناك مافيا محلية تسعى لتشريد العمال والعاملات؟ هناك مافيا هي التي تسيطر على هذه المدينة. ومن هذا الإطار فإننا نحمل عامل الإقليم وكذلك سلطات الوصاية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في هذه المأساة الاجتماعية، في هذه المحنة التي يعاني منها العمال والعاملات. وفي هذا الإطار فإننا كجمعية مغربية إلى جانب القيمة الحية الفاعلة في هذه المدينة فإننا سنبقى نناضل إلى جانب هذه الطبقة المقهورة ولن نتنازل عن هذه المحنة التي تعاني منها العاملات والعمال. وتحية لكم.